ازاي تعمل الستريشن جامد الجزء الثاني؟ ازاي تعمل الاستريشن جامد الجزء الثاني؟ طيب خلينا عشان الموضوع يبقى عملي وقدامكم، انا جبت لكم حد محترف الاستريشن وهو اوريكم الخطوات اللي هو بيقوم بيها عشان يطلع في الاخر الاستريشن جامد. فالراجل بعد ما عمل تغذية بصرية كتيرة وبعد ما جمع الريفرنس بتاعه عشان يقدر يكون المشهد بتاعه، بدأ يعمل السكتش بتاعه ووصل للمشهد ده، وبدأ بقى يقسم الليارات عنده لفور جراوند، وهنا العناصر اللي في نص المشهد، وبعد كده الباك جراوند، وبعد كده بدأ يرسم على السكتش بتاعه عشان بعد كده يروح لمرحلة التلوين. وهنلاحظ ان هو هيدي بقى الشكل الدائري للمفاصل بتاع الايد عشان لما يجي يحركها تتحرك معاه من غير اي مشاكل. بعد كده هو بدأ يجهز الباليتة بتاع الالوان بتاعته عشان يبتدي يلون المشهد. وبالنسبة للالوان، فانا كنت عامل فيديو كامل ازاي تختار الالوان وازاي تنسق المشهد بتاعك وازاي تعمل مشهد متوازن وازاي تختار الخطوط بتاعتك. كل ده انا كنت عامله فيديو تقريبا من سنة، فانا هحط لكم اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو، ويا ريت تشوفوه قبل ما تبتدوا في مرحلة الرسم او تبتدوا عموما في الجرافيك. فبدأ يظبط الالوان بتاعته، هي تكون الوان متناسقة، ولاحظ هنا بقى يكون بقية المشهد بتاعنا، وبدأ يرسم البحر ويرسم الصخور هنا ويرسم ليها مثلا، يرسم كمان صخرة، ويبتدي بقى يديها إضاءة وظل عشان تبقى واقعية. وبعد كده هيروح للمرحلة النهائية للإلستريشن بتاعنا، وإن هو يبتدي يقسم الليارات والشغل بتاعنا ويوريكم إن هو اشتغل بناء على إيه. فهنلاحظ إن هنا بدأ يفصل المشهد بتاعنا، أول حاجة هنا الفور جراوند، وبعد كده الميد جراوند وهي الشخصيه والمركب اول حاجه اللي هو محتاج يركز عليها، وبعد كده الباك جراوند بتاعتنا وهي عباره عن الاشجار اللي هي في الاخر، ممكن تبقى اشجار بقى، جبال، اي حاجه عموما توضح الباك جراوند. بعد كده بقى هيبتدي يقسم الليارات بتاعتنا، وديت بتكون التقسيم بناء على الحاجات اللي انا هبتدي احركها بعد كده ان شاء الله في الافتر افكت. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا قبل ما نقفل على الاستريشن، ان انت اصلا جزئيه الترانزيشن او الانتقالات انت كل ده بتعمله في مرحله السكتش ومرحله الاستريشن. فانت بتخطط في مرحله السكتشنج او الاستريشن ازاي هتروح من المشهد ده للمشهد ده للمشهد ده لحد اخر مشهد خالص، وهتستخدم انهي انتقاله بالظبط، سواء هتستخدم كاميرا، سواء هتستخدم مورفينج، سواء هتستخدم ماتش كات، كل دي طرق ان انت تنتقل بيها، وكل ده بنكونه اصلا في مرحله الالستريشن. فسيبك بقى من البلاجنز والانتقالات الجاهزه عشان ده مش شغل محترفين. وعشان تقدر تعمل بقى تغذيه بصريه وتكون ريفرنس عندك تشتغل عليه، سواء بقى هتجيب رسومات جاهزه سواء انت اللي هترسم، فانت قدامك ثلاث مواقع مهمين جدا، عندك البيهانس وعندك البنترست وعندك الدريبل. هتبحث عن الحاجه وتاخد منها الجزئيات اللي انت محتاجها. انت بتاخد جزئية من هنا وجزئية من هناك عشان المشهد يتكون معاك، وكل ده ليه؟ عشان تعمل الستريشن جامد. وان شاء الله المره الجايه هنبدا في الافتر افكت. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب لنا في التعليقات اي كومنت لو انت حابب نشرح اي جزئيه معينه، او لو عايز تعلق بتعليق يشجعنا عشان نكمل. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تعمل لها سبسكرايب عشان ما يفوتكش حاجه. والسلام عليكم.